في بداية حلقتنا اليوم أستاذ عبد الله، يعني نبغى نعرف كيف تحب إنه إحنا نعرفك؟ رجل الأعمال، مالك الإبل، أو يعني المشجع الاتفاقي، أو مشهور في السوشيال ميديا عشان نبدأ حلقتنا؟ اللي تحبه اللي تفضله. اللي تفضله أنت طال عمرك، يعني حنا نبغاك يعني أنت تكون مرتاح، لأن سوالف رمضان برنامج حواري بسيط جداً، عبارة عن سوالف من اسمه، فاحنا نبغى الاسم او اللقب اللي انت تفضله. انا احب الجنرال. الجنرال الله. اوكي، انا من احلى الالقاب اللي قريتها عنك الجنرال، ولكن خلينا نتوقف معاك عند الاتفاق، نادي الاتفاق. طبعا تحيه لجماهير الاتفاق والاهل الدمام، مهتم جدا بهذا النادي. ايش اللي يمنعك من رئاسه النادي؟ في مطالبات كثير بخصوص هذا الموضوع. ما في مانع يعني، وانا الى الان رسميا ما رشحت نفسي. انا مجرد داعم يعني. ما تفكر بالترشح؟ افكر، لكن ياخذ وقت التفكير. دائما احب التروي في قراراتي عشان تكون قرارات رشيده. وايش اللي يمنعك؟ ما في مانع، ما في اي مانع. لكن في مجال، يعني هي الانتخابات تبدا في 30 جون، يعني في متسع من الوقت. والان النادي يخوض يعني مباريات وكذا، ونبغاه يعني مستواه ما يهبط. ايش مشكلة نادي الاتفاق في وجهة نظرك؟ والله عنده مشاكل كثيرة، بس مش إيه؟ مشكلة واحدة فقط. يعني انا ما ودي صراحة اتكلم الان، لان انت دائما الانسان لا يصنع اعداء اثناء المنافسات او اثناء طبعا، انه زي ما تقولين إنه لو فكرت بعدين اترشح وهكذا. لا أحب أنا نصنع الأعداء. أنا لي في البداية أنا ما رشحت نفسي للآن، واعتبر داعم لنادي الاتفاق في كل ما يعمل، وأتمنى له إن شاء الله توفيق في المباراة القادمة في القصيم مع التعاون. إن شاء الله يفوز يحصل على نقاط هذه المباراة، وأفضل داعم له إلى النهاية، حتى لو ما تمكنت من رئاسة إذا فكرت بعدين وترشحت هكذا. لكن نادي الاتفاق يستاهل منا التضحية، يعني يستاهل منا العطاء، يعني نفكر فيه ككيان كامل، ونديره الإدارة التي يستحقها، لأنه صاحب إنجازات تاريخية وأسبقية في الإنجازات والبطولات العالمية، وشرفنا يعني في محافل كثيرة. معروف يعني الاتفاق يعتبر يعني له تاريخ، ودنا ان هذه الامجاد والتاريخ ترجع مره ثانيه. نعم، يعني يرجع الى يعني للصداره، يحقق انجازات كبيره مثل ما كان اول، لانه هو من الانديه الشرقيه، يعني او الاول او الاكبر نادي في المنطقه الشرقيه. نعم، وانا من ابناء المنطقه الشرقيه، يعني احنا نحب نادي الاتفاق من زمان، يعني نتابعه، عشنا يعني جيلي عاش فرحه 1984 ما حققوا الانجاز الكبير في ذاك الوقت ولاول مره. ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. يمكن بعد ما تترشح وترأس النادي يرجع لامجاده ان شاء الله. نسعى نحن الى هذا الشيء. وانا لو يعني ان شاء الله، انا فكرتي ما هي فقط التركيز على كرة القدم فقط، يعني اي نعم مدرب ولعيبه وكذا، لا. انا يعني تفكيري فيه اخر، أي. ويتوافق مع ما تتضمنه رؤية 2030 اللي هي صناعة الأبطال. مظبوط. يعني هدفي أنا في المستقبل إن شاء الله صناعة البطل السعودي الأولمبي. يا سلام. نحن نعمل في الرياضة هنا ليس من أجل المباريات ونفوز على هذا النادي وذاك النادي، لا، العالمية، إنما للعالمية والحصول على الأولمبياد، الميداليات الذهبية برونزية والفضية في الأولمبياد العالمي. هذا هو هدفنا كسعوديين.